معنا من الرياضة الدكتور نجيب غلاب، مستشار رئيس الوزراء اليمني ورئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات. دكتور مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. إذن ما حجم المعاناة التي يعيشها أبناء حجة الآن بعد انتهاكات الحوثيين لهم، وما دور الجهات الحكومية الآن في توفير الحماية لهم؟ هذه الانتهاكات التي وردت في التقرير ليست إلا ما تم رصده وما وصل لهذه المنظمات، لكن المعلومات التي يتم تداولها عبر الناشطين وعبر الشخصيات المحلية تتجاوز بكثير ما وردت بهذه التقارير التي رصدتها المنظمات الحقوقية. وهذه ليست المرة الأولى. بالنسبة للحجة تعرضت لمشاكل كثيرة منذ 2011، هناك قرى تم قصفها وتهجيرها بالكامل، وهناك عزل وهي مجموعة من القرى قبل انتفاضة الثاني من ديسمبر. هناك أيضا تهجير قسري لعدد كبير من الأسر في الطوال وفي المناطق الممتدة التي توصل إلى جبال حجة. هناك حالات من الإعدام الميداني الغير معلن والإخفاء القسري والاختطافات والسجون. ما حدث مثلا في الشغادر، في عزلة الشغادر، يعني جريمة يعني كبيرة جدا. نعم. هناك قرى تم إبادتها بالكامل. طيب. تدمير بيوتها، ملاحقة الأسر والعوائل، أخذ الرهائن على مستوى مدينة حجة لأنها من المدن التي انتفضت وتحررت أثناء انتفاضة الثاني من ديسمبر. تم ملاحقة نشطاء هذه الانتفاضة، ليس فقط من قاتلوا بل حتى الناشطين الإعلاميين ومن أيدها دون أن يحمل السلاح. هناك حالة من العقوبات الجماعية التي فرضتها الحوثية على أبناء حجة. أبناء حجة تتعامل معها الحوثية وكأنها جزء من تركيبتها الكهنوتية. دكتور، بالإضافة إلى ما ذكرت حضرتك وبالإضافة إلى ما ذكر التقرير من انتهاكات الحوثيين للمدنيين في حجة، وهي ليست بالجديدة كما ذكرت حضرتك، أشار التقرير أيضا إلى اقتحام الميليشيات لعدد من المنازل، ترويع النساء والأطفال، وإجبار المواطنين في حجة على دفع مبالغ مالية مقابل عدم تفجير منازلهم. إلى أي مدى كانت متوقعة كل هذه الانتهاكات من قبل الحوثيين الآن؟ هذا الانتهاكات هي كانت متوقعة، لذلك طبيعة الانتفاضة داخل حجة، رغم أن الحوثية تتعامل باعتبار أن حجة ملكية خاصة وتابعة لها، لذلك لا تحتمل أن يكون داخلها انتفاضة من هذا النوع. وهذه الانتفاضة التي حصلت في الثاني من ديسمبر داخل حجة بالنسبة لها كانت صدمة، لكن هي تعكس حجم المظالم التي حصلت داخل حجة. حجة ليست تركيبة واحدة، هي تركيبة متنوعة وفيها كتل متعارضة جذريا وكليا على مستوى المصالح والعقائد مع تركيبة الكهنوت الأصولي للحوثية، وهؤلاء تعرضوا سابقا ولاحقا واليوم وسيتعرضون مستقبلا لكثير من المظالم. وبالتالي أنا أعتقد أن حجة أيضا بالنسبة للحوثية تمثل مخزن، لأن هناك كتل مؤيدة لها والكتل التي ترفضها تجبرها بالقهر والغصب ثم تدفع بكثير من أبنائها باتجاه يعني محاربة أبناء تهامة. وبالتالي حجة بالنسبة لهم هي مهمة ومركزية في مشروعهم في إدارة الصراع في الساحل الغربي. نعم. وبالتالي لا يحتملوا أي معارضة أو أي انتفاضة، وبالتالي هناك حالة من التصفية ومحاولة لإثبات يعني سلطة شمولية كلية داخل هذه المحافظة، وما يجعل المظالم والجرائم والانتهاكات محجوبة عن الإعلام هي محافظة حجة معزولة. لو قرأنا ما حصل لحجة في 2011 و12 و13 و14 و16 على أيدي الميليشيات الحوثية سنلقي جرائم كبيرة تكفي أن تكفي يعني المنظمات الحقوقية. نعم نعم دكتور، أن يقول أن الحوثية أشد أنواع المنظمات الإرهابية. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. حدثنا من الرياض الدكتور نجيب غلاب، مستشار رئيس الوزراء اليمني ورئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات.